عندي واحد جوج خوت، واحد خويا اللي ترى نصب عليا دا ليا 2 مليون ديال الفلوس. خوك نصب عليك؟ نصب عليا هادي 3 سنين وهو ما بغاش يعرف. وعاوننا عمي الله يرحم لك الوالدين، حنا باش نرجعو بحالنا بديتنا. الله يرحم لك الوالدين. ما نخيبولكش الامل اخويا اللي عطاونا عباد الله. ها هي الله يرحم لك الوالدين. بسم الله. الله يرحم لك الوالدين. اشترى الدراهم امي؟ ها هي سيدي. هي اللي عندك؟ هي اللي عند اللي اللي تدور في جيبي. هادي 10 درهم. شكون اللي عطاها لك 10 درهم؟ عطاها لي واحد المحسن داز مسكين الله يكثر خيره. وين عزيز قول لنا هاد السيد هذا راه كنا لهيها وصورنا معاه وقال لنا بلي راه ريح ماك شي ياكل شي يشرب ماك. هذا هو اللي كاين. عاود لينا خويا العزيز شنو هاد السيد هذا؟ الله يعمر له الدار مسكين، راه خانو عينيه، راك عارف اللي كاين فهمتي. احنا ما كرهناش شي جمعيات عاونوه دير له شي ريح. السلام عليكم. رحمة الله. عمي كيداير بخير؟ بخير. كلشي مزيان عمي؟ لاباس الله يبارك فيك. احوال طيبه الحمد لله. عمي انا مشيت لهاد المدينه كنت دايز من هنا وكنطلب الناس يعاونونا باش نركبوا شي حاجه لمدينتي. الا كان ممكن تعاوننا الله يرحم لك الوالدين عمي. واش نقول لك حتى انا راه اكثر منك. شنو وقع لك عمي؟ تيما انا عندي مشكل في العينين ما تنشوفش. دابا انت ما تشوفش عمي؟ ما كنشوفش مزيان شويه، هذيك باين لك كيبان لي يدك شويه وصافي. شويه تتشوف شويه؟ شويه وصافي ماشي بزاف. وحتى انا راه غير مسلك مع عباد الله هنا تيعاونوني وداك الشيء. واحد انت دابا اش كدير هنايا؟ علاش واقف هنا؟ كنسعى ربي للمحسنين كيدوروا معايا وكيعطيوني اللي كتب الله وصافي. هذا الشيء اللي كاين. تيعاونوك شويه عمي؟ شويه وصافي. فين ساكن نتايا؟ انا ساكن عند واحد السيد عنده الصناك ديال الماكله، تنبات عنده في الصناك الماكله وتناكل عنده تما. يلا يكثر خير. هذا الشيء اللي كاين. شي بلاصه هنايا؟ اه في ميموزه هنايا. هنا في ميموزه لتحت؟ ولا في هذه القناه هذه؟ لا في ميموزه. في ميموزه لتحت؟ اه. وعندك شي عائله؟ عندك شي وليدات؟ عندك شي خوت؟ شي والدين؟ عندي واحد جوج خوت، واحد خويا اللي ترى نصب عليا دا ليا 2 مليون ديال الفلوس. خوك نصب عليك؟ نصب عليا هذه 3 سنين وهو ما بغاش يعطيها لي. صافي سمحت فيها وجدت بحالي. دابا راني كنتلاوح هنا وهنا وصافي وغادي هي هذيك. ما وما عندك لا وليدات لا والو؟ لا والو. عندك شي لاكارت؟ عندك شي لا والو؟ لا لاكارت لا والو. وعاوننا عمي الله يرحم لك الوالدين، حنا باش نرجعو بحالنا بديتنا. الله يرحم لك الوالدين. ما نخيبولكش الامل اخويا اللي عطاونا عباد الله. ها هي الله يرحم لك الوالدين. بسم الله. الله يرحم لك الوالدين. 10 درهم امي؟ ها هي سيدي. هي اللي عندك؟ هي اللي عند اللي اللي تدور في جيبي. هادي 10 درهم. شكون اللي عطاها لك 10 درهم؟ عطاها لي واحد المحسن داز مسكين الله يكثر خيره. الله يرحم الوالدين عمي. شكرا تشكر. ديرك الخير. الله ينورك اخويا. الله يحفظك يا حبيبي. راك شدات 10 درهم هادي شد ديالك. حنا عمي شوف. نعم اسيدي. حنا ناس تنديرو يوتيوب تنديرو فيديوهات. نعم اسيدي. وتندورو في الزنقه تنكونو غاديين عاب موطور تيبان لنا الناس محتاجين. اش شفتك من لهيه؟ قلت انا ربما هاد السيد عنده غير شي قصه جايين عندك على اساس اننا. يا قصتي يا خويا نقلب عليك الله. كنطلب غير شي محسن ولا شي جمعيات دير معايا شي حل شي. حنا غنعاونوك ان شاء الله. شي خير ان شاء الله. فين كاين هاد السيد هذا اللي قلتي لي تمشي عنده؟ كاين في ميموزه في زنقه هارون الرشيد. هارون رشيد. يلا نبقاو عندو دي ساعتين نكملو. حنا غنعاونوك اليوم ان شاء الله. حنا غنعاونوك اليوم ان شاء الله تتقد دعويناتك. خوتنا المغاربه غيتضامنوا معنا حتى غادي نعاونوك ان شاء الله. الله يحفظك اخويا. مرحبا عمي. زيد تفضل معايا. نمشيو من هنا ولا من هنا؟ من هاد الجهه هادي. حسينا دوز اش غنعاونوك عمي ان شاء الله. ما غيكون على الخير. ما يكون على الخير ان شاء الله عمي. زيد احسن. اجي عمي حنا راه تنصورو من لهيه. ها كاميرا كاميرا ورا طوموبيل. المهم موطور حنا مصطالينا لهيه. حنا غنمشيو مع هاد السيد اليوم ان شاء الله. ها هو معايا الحسن. غنشوفو فين كيبات مسكين وفين كيريح وشنو تيدير وان شاء الله غادي نعاونوه وما نكون على الخير ان شاء الله. وهذا الشيء هذا بفضلكم خوتي العزاز وشكرا. حسن خويا. وين عزيز قول لنا هاد السيد هذا راه كنا لهيها وصورنا معاه وقال لنا بلي راه شي ريح ماك شي ياكل شي يشرب ماك. هذا هو اللي كاين. عاود لينا خويا عزيز شنو هاد السيد هذا؟ الله يعمر له الدار مسكين راه خانو عينيه راك عارف اللي كاين فهمتي. احنا ما كرهناش شي جمعيات عاونوه دير له شي ريح. عندكم تيبات؟ عندكم تيبات عندنا في هاد المحل هذا مسكين وتيقصينا الحمد لله. شوف حنا خوت كاملين فهمتي. نديروا معاه خير وياكل يشرب الناس. الله يجازيكم بخير بعد هاد المبادره الزوينه. تنشكركم من القلب. واش تسمحوا فيه ما يمكنش راه خونا وحبيبنا راه عشرنا راه مده ديال المهم راه فاش خوتو ناصبين عليه داو ليه شي فلوس هادشي اللي قال اخويا. ما عنده حتى واحد هو من العائله حتى واحد اخويا. ما تراه حتى واحد ما
مع تدخل عندي العائله وكذا، ولكن انا ما مرنيش الشودر مع العائله ديالو ولا شي حاجه. ما عنده حتى واحد مسكين، ما عنده حتى شي واحد. لا حنين لا عندكش عندك شي نمره عمي ولا ما عندكش تليفون؟ نمره هي هذه اللي عندي. قول لي انا نمرتك خويا العائله. ماشي مش 06 59 38 39 99 99 99 35 35. خوتي العزاز هذه النمره هذه غتكون في الفيديو وتكون في اول الكومونتير، الله يجازيكم بخير. الا قدرتوا تعاونونا نقدوا هذا السيد هذا مسكين راه تيناسى في الزنقه، ودابا هاد الناس هادو هما اللي دخلوا الله يجازيهم بخير، راه تياكل معاهم تيشرب معاهم تيناس معاهم في هذا المحل. ولكن راك عارف الانسان ما يقدرش يهز واحد الانسان اكثر من القياس، يعني خص شويه ديال المساعدات على الاقل بالانسان يدير له عمليه عويناته ترجع ليه يولي خدام يولي يدير بزاف ديال الحوايج. الله يجازيكم بخير خوتي العزاز هذا المحل ديالكم. الناس اللي في قنيطره بغات تجي لعند هاد الناس هادو تاكل الماكله زوينه ونقيه، شوفوا التعامل ديالهم كي داير. رجع حسين الله بين المحل كيف ميموزا، شو سميتها الزنقه؟ هذا هارون الرشيد. هارون الرشيد قلب قلب هاد العماره، انا عماره اريج. الناس اللي تجي للسونتر فيل سياش بونك ديال ميموزا تجيو تلقاو هاد الناس هنا، ومرحبا بكم شي حاجه زوينه اللي عندهم. وشكرا لك خويا العزيز على خدمتك، هاد العمل هذا اللي درتي زوين الصراحه، تنشكرك امي. شوف كل اكيد امام الناس ان شاء الله غادي يعاونوك يرجعوا لك عويناتك وما غيكون على خير ان شاء الله. شنو تقول للمغاربه؟ شنو تقول لهم؟ كنشكر المغاربه كاملين هنايا. شنو تقدر تطلب منهم؟ شنو تطلب منهم؟ تنطلب منهم غير هاد المساعده هادي، قدوا لك عويناتك عيني وياي صافي، هو اللي كنطلب. الله يجازيكم بخير. الا كان شي طبيب كان شي فرم اللي يقدر يعالج لنا هذا السيد هذا متوسطه اللي كاينين باش ما قدرتوا تعاونوا، الله يجازيكم بخير. بالنسبه للاشارات على حسابنا غير عاونوا لنا هذا السيد اللي يقدر يعاون بالدوايات اشارات على حسابنا، شي عمليه اللي كان حنا نضامنوا مع هذا السيد هذا يرجعوا لعويناته ويرجع يخدم من جديد. وشكرا لكم كنت عزاز تهلا.